السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب عشان الصوت كان مقطع في الفيديو اللي فات، فأنا عملت الفيديو ده بجودة مظبوطة وبصوت حلو. تمام. النهاردة يا شباب معانا شرح كيفية تفعيل ال 120 فريم على محاكي بابجي جيم لوب بطريقة سهلة جدا من غير أي مشاكل. تمام، فنروح الفيديو. طيب يا شباب، احنا حاليا فاتحين المحاكي، هنفتح الإعدادات، الرسومات الجرافيكية والصوت، معدل الإطارات أعلى حاجة اكستريم، بص يعني 90 فريم. بص يا شباب، هنفتح سيتنج موديل. شايفين الموديل ده يا شباب؟ ده هنغيره. تمام، هنغيره لموديل جهاز بدعم 120 فريم، يعني مثلا زي السامسونج اس 24 الترا، ريد ميج 9 برو، برو بلس. اهو الموديل اهو يا شباب. تمام، هناخد اي موديل من دول، نكتب هنا سامسونج، وهنا نكتب الموديل، نعمله بيست. بعد كده يا شباب هندوس على سيف. بصوا يا شباب، هنيجي على تاسك مانجر هنا، وهنيجي على ديتيلز. شايفين ده يا شباب؟ اندرويد ايميليتور اي ان، هندوس عليه كليك يمين، اوبن فايل لوكيشن. تمام، هندوس هنا يا شباب سند تو ديسكتوب. تمام يا شباب، بعد كده نطلع من اللعبة. هنيجي هنا يا شباب عند اندرويد ايميليتور اي ان اللي عملنا لها سند تو ديسك توب، هندوس كليك يمين وروبرتس، هنكتب مسافة، نعمل العلامة اللي فوق دي في ام، بعد كده نكتب مسافة 100، بعد كده ندوس ابلاي، بعد كده ندوس اوكي، ندوس عليها مرتين. ببجي موبايل، تمام، هتجيبني الرسالة دي ذا كارنت جيم، دي هنسيبها يا شباب، هندوس كنسل، ما ندوسش اوكي. ليه؟ لو دوست اوكي هيفتح لك على الموديل التاني اللي هو 90 فريم اللي احنا بدلناه لاسوس. لا، هندوس كنسل وهنسيب اللعبة تفتح. اللعبة تفتح معانا كده 120 فريم. تمام، تشوف حاكي، نفتح اللعبة دلوقتي، انا جاي الترا اكستريم كده 120 فريم. لو انت عندك شاشة بتدعم 120 هرتز تلاقي اللعبة مدياك 90 فريم، بس أنا للأسف شاشتي آخرها 60 فريم، عشان كده مش هقدر أجرب سلاسة اللعبة قدامكم. أنت هتجربوها، أنت لو معاكم شاشة 120 فريم هتحسوا بالسلاسة والفرق. تمام، وبس بس كده يا شباب، ودي كانت نهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.